حسن بدأ يرسم هوية نور قمر بعد انضمامها رسمياً لبوليفارد المواهب، بس قبل كذا لازم يعرف ذوقها الفني. تمام الحمد لله. لبس وأخيرا جاء الوقت اللي نستنى فيه عندي برشا إني نبقى مع أستاذ حسن رأس رأس وأنا نحكيه على مشاريعنا المستقبلية. أجين ويلكم بالبرنامج ومعنا في الفريق. فرحت برشا برشا إني وليت في البرنامج، كل يوم نتعلم حاجة جديدة ونحب إني نتعلم. الحمد لله. أنت متى كنتي في The Voice Kids؟ 2015. في خلال السنوات هذه عملتي أغاني؟ جاتك حفلة يوم طلعتي شيء؟ غنيت مع تامر حسني، سميرة سعيد، كاظم الساهر. في وين؟ في كرتاج تونس. أوكي. بنفس السنة غنيت 4 مرات على كرتاج. ما شاء الله حلو. في أحد جالك مثلا قال أنا بوقع معاكي أو بنتج لك؟ صح. أو شيء؟ في منتجة جيتني بس كثير يعني أعوام كثيرة، 8 سنين، فحبيتش إني كما نقول نتفر روحي في أي. حبيت نكون هكا مقطره من الناس معروفين اكثر. ما حبيتش نعقد 8 سنين على خاطر يعني شركه مش معروفه، وحبيت ناخذ حذري خاصه اني صغيره، فحبيت نعقد مع شركه تكون معروفه وتكون تبني مستقبلي اكثر. طيب الحين نور وفريق حسن، انا احب اشتغل على اهداف. يعني اليوم يمكن انت قلتي لي انا اغني كل شيء، راح أغني كل شيء. أي قلت لك شنو خطأ؟ صراحة إني نشوف إنه نقطة قوة إنك تغني جميع اللهجات، جميع الأنواع، كذا ستايل. ليش خطأ؟ أنت أي مسرح تبغين توقفين عليه؟ تونس ولا في مصر ولا في الخليج؟ يعني لازم أعطي مسرح واحد؟ أي صراحة الخليج. أي هاي الأهداف نسميها، أنت يكون لك هدف. إذا تبغين توقفين في مسرح الخليجي لازم عندك تكون أغاني خليجية، ريبورتوار خليجي، بعدين نروح للمكس والخلطة. بس الجمهور الخليجي يسمع كل شيء. يعني. يسمع كل شيء جمهور. يعني مش لازم إنك تغني بس خليجي أو لا؟ أنا أفهمي كلامي عدل. إيه. إذا أنت تبغين المسرح الخليجي لازم تنجحين في الخليجي، بعدين تغنين الألوان الثانية. صح. أستاذ حسن خيرني بين واحدة بركة، يعني هذه حاجة صعبة برشا، على خاطر نحب الجمهور الخليجي وفي نفس الوقت نحب الجمهور الشرقي، يعني ما تبين نكون فيهم الزوز. أنا أعطيك الخيار الحين، لا تجين الأسبوع الجاي تقولين لي بغني شرقي. آه يعني لازم لو ركزنا ما نبدل نغيروش؟ ما تغيرين. لا إذا بتغيرين بغير خطك كامل. طيب لبناني؟ كيفك؟ الحاجة هذه صعيبة برشا إنك تحدد إطار واحد، يعني هذه حاجة صراحة تخوفني شوي. دام إنك متشوشة أنت للحين بين متشوشة. أي. بعطيك يوم. يوم. إيه. تفكرين فيه. ماكسيمم يومين. تقولين لي أنا أبغى أغني شرقي أو خليجي.